حديث المقدام كما في المسند وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا. فهذا الحديث يجاب عنه بعدة وجوه. أولا أنه مخالف للأحاديث التي في الصحاح وفي السنن عن عبد الله بن زيد وعن عثمان رضي الله عنه أنه جاء خلاف ما جاء به هذا الحديث. ثانيا أن نسخ بعض سنن أبي داود فيه نسخة أخرى أتت بما يوافق ما جاء في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنه، وقد رجح تلك النسخة السيوطي كما في عون المعبود فتوافقت مع الأحاديث الأخرى. ثالثا أن أبا داود رحمه الله في سننه رواه عن شيخه الذي هو الإمام أحمد بنفس سند الإمام أحمد في المسند، وفي هذا السند عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي قال عنه الحافظ مقبول، يعني ليس بثقة، فيكون خالف الثقات، فإن عد من الثقات فيكون الحديث شاذا، وإن عد من غير الثقات فيكون الحديث منكرا.